إذا نستمر، وأريد أوضح أيضا نكمل يعني هذا جزء وجزء أيضا، يعني حتى نقول فوق الصادم هذا اللي راح الآن أتحدث فيه، أنه نكمل كيف أسقطت هذه الكائنات البرية، الكائنات الأسودية، القططية، النمورية، النملية، الحشراتية. الآن نبدأ بالجزء الثاني أيضا نرسم. فالفكرة إحنا قلنا أنه هي ثلاثة مراحل، صحيح؟ هنا اللي معانا مرة أخرى، يعني أنا أكرر فقط للتوضيح. فالثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اللي هم كانوا يعيشون ملوك كونيون، تمام، أو ملوك كونيين بهاي اللغة يعني. فالمرحلة الأولى هاي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية. الآن ننتبه على المرحلة الثانية، هي هنا اللعبة، لعبة الدراكونيان. طيب هم كيف عملوها الدراكونيان بالمرحلة الثانية؟ هي عندما حدثت الحرب، يعني دراكونيان بدأت بمهاجمة كواكب الأسودين والإندروميدان، تأثروا الكائنات الأسودية، آسروهم لدراكونيين وبالملايين، نعم، يعني خلينا نقول 100 مليون، 100 مليون ملك أسودي وملكة أسودية، ملك أسودي، ملك وملكة أسودية أسرى. هاي المرحلة الثانية. الدراكونيين عندهم فلسفة، يعني هي السيطرة، كيف يعملوها؟ عن طريق نشر الفوضى، فقط نكتبها هذه هون. يعني هم كيف يسيطرون؟ هم مشهورين بهاي الفلسفة، ينشرون فوضى، وراح نوضح كيف الفوضى، نشر الفوضى. الآن تحت الأسر 100 مليون ملك وملكة أسودية، ما يزالون طبعا محتفظين بالذاكرة الكونية، ملوك، يعرفون يعني هم آتين من كواكب الملوك، خليه هيك نسمي، صحيح؟ لكن الآن وجدوا أنفسهم أسرى، تمام؟ عند الدراكونيين. قسم منهم من 100 مليون فلتة، رجع، استطاع بطريقة أو يعني فلتة، وقسم آخر أيضا فلتة عن طريق أن الكائنات الكونية أهله ساعدوه، خلنا نقول الكائنات الكونية أهله ساعدوه على الهروب، تمام، وقسم آخر رجع عن طريق ما يسمى بالمقايضة، لأنه بصوا هي بالمرحلة الثانية، احنا ما نتكلم على المرحلة الثالثة، ننتبه على المرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية ممكن مليون سنة، مليونين سنة، انا ما بعرف كم، او ممكن 500,000 سنة. فهي بال500,000 سنة، نفترض، دعونا نقول 500,000 سنة فوضى، يعني أسوديين يرجعون عن طريق المقايضة، أسوديين يفلتون، ماشي، أسوديين باقين ما قدروا، باقين أسرى. هي الفكرة بالحرب الكونية، بالحرب الكونية أنه هم ما يقدرون من المرحلة الأولى ويأتون بهم إلى أفريقيا، هذا ما يمشي هكذا، يعني ما يقدرون من المرحلة الأولى وجمب يجعلهم أسود في غابات أفريقيا، وإنما بالمرحلة الثانية هي الفوضى هنا. طيب
طيب الذي بقى عند الدراكونيين ما هو مصيره؟ الذي بقى عند الدراكونيين بدأوا بماذا؟ انتبهوا الآن، انتبهوا، بتخليطه. تخليطه، هاي الكلمة اكتبها تخليطه، اي تخليطه، يعني سيطروا عليه، هجنوه، لعبوا بروحه، بيولوجيات مختلفة، ماشي. الآن انتبهوا، الشيء المهم عند الدراكونيين كودات، يسموها كودات التنزيل، هاي اكتبها كودات التنزيل. نعم، انا ما بعرف يعني هاي كودات التنزيل يعني هي كيف تشتغل، ما بعرف، بس هم عندهم بمعنى انه عندما يحقنون الروح بكودات التنزيل، ها، فتزال من الكائن الذاكرة الكونية. يعني كودات التنزيل ممكن نسميها ترددات هابطة، ما بعرفين يضعوها بالروح، بالجسم، بالوعي، بس هي هذه تعمل على حصر الوعي، إزالة الذاكرة وحصر الوعي، ماشي؟ لماذا المرحلة الثانية يعني حدثت؟ يعني ممكن طالب يقول ليه هذه حدثت المرحلة الثانية؟ يعني هو الطالب ممكن يسألنا يقول طيب ما هو ممكن إذا هم كانوا أسرى، ها؟ ليه ما بيحولوهم مباشرة إلى كوكب ويعملوهم أسود، أسود على أربعة أرجل؟ لأنه إحنا قلنا بالجزء الماضي أنه المرحلة الثانية الأسودين ضخام وعندهم رجلين بس ممسوحة الذاكرة، تمام، اللي معانا بالجزء الأول. يعني بالمرحلة الثانية هم ضخام، لكن الآن بدأوا يعيشون الماتريكس، يعني تجد كائن أسودي برجلين ضخم لكن لا يشعر، لا يفهم، لا يعرف، انتبهوا، لا يشعر، لا يعرف، لا يفهم أنه كائن كوني يعود إلى الكواكب الأسودية الكونية، لا ما يعرف. الآن فقط نرجع على هذا الجواب، يعني ليه المرحلة الثانية السبب، يعني لماذا لم ينقلوهم مباشرة؟ لماذا الدراكونيين لماذا لم ينقلوهم مباشرة إلى المرحلة الأولى، عفوا الثالثة كما قلنا أنه غابات أفريقيا، تمام، هاي المرحلة الثالثة اللي كانوا معانا، المرحلة الثالثة غابات أفريقيا هذه، لماذا لم ينقلوهم مباشرة؟ يعني لماذا وجدت المرحلة الثانية؟ السبب لأنه عوائلهم تريدهم، ما هو عوائلهم أوكي وراهم أو تتصل بهم أو تعمل محاورات واتفاقيات مع الدراكونيين، فعوائلهم لم يعني عن طريق عوائلهم الدراكونيين ما استطاعوا أن ينقلوهم مباشرة للمرحلة الثالثة، لأنه هؤلاء قالوا أنه الأسرى نحن نريد أبناؤنا، مفاوضات مستمرة، معاهدات صلح، ممكن معاهدات صلح رجع منهم 10 مليون نفترض، تمام. بهاي المرحلة أيضا هناك شيء مهم، بهاي المرحلة، مرحلة الأسر، الدراكونيين أخذوا تكنولوجيات سرقوها، يعني هم كيف حصلوا على كودات التنزيل؟ هم يسرقون، نعم يسرقون تكنولوجيات الاندروميدان وتكنولوجيات الكائنات الأسودية ويستخدموها بالاتجاه السلبي. إذا ما قدروا يسرقوها، ها، بالطبع يقولون بالمرحلة الثانية دراكونين يقولون للإندروميدان ويقولون للأسودين نرجع لكم 10 مليون، نرجع لكم 10 مليون وأعطونا أجهزة تكنولوجية كونية، بتاع صناعة الروح، إيه عملوها هاي،
فاضطرت الكائنات الأسودية حقيقة، الكائنات الأسودية الكونية وأندروميدا أن يتنازلوا وأعطوهم، أعطوا للدراكونيين تكنولوجيات. أي إذن بعد المرحلة الثانية ما هي النتيجة؟ خلي فقط هذا نقول شوية نبعده، بس أعطوني مجال أو ما أعرف كيف، خلي بالله من الأول، يلا أفضل نبعد هذا تمام هون. فما هي نتيجة المرحلة الثانية؟ انتبهوا الآن، هاي نتيجة المرحلة الثانية هنا. نتيجة المرحلة الثانية كائنات السودية، هاي النتيجة، كائنات السودية أوكي مخلطة مهجنة ممسوح ذاكرتها تمام، أيضا في ماتريكس، ممكن في ماتريكس، في ماتريكس الجين وفيها كودات التنزيل. انتم يعني عرفتم ماذا اقصد بكودات التنزيل؟ ها استاذ، ها عزيزتي، ممكن مثلا لو مثلا اندروميدا يعني لو لو فايبريشن هكذا يعني، شنو اندروميدا لو فايبريشن؟ ماذا تقصدين؟ يعني نقصد كودات التنزيل يعني هي لو فايبريشن يعني نفس الشيء تقصدين؟ انت انت قلتي اندروميدا لو فايبريشن ولا ولا اكيد يعني مثل ما حدث مع الاندروميدا يعني لما عملوا لهم اللو فايبريشن. لا، كودات التنزيل هي تكون جينات، تكون جينات ترددت، انا ما بعرفها، بس انا هذا الذي اتاني، انا اشارككم الرساله الكونيه انه الاسودين الذين بقوا يعني لم يستطيعوا أن يرجعوا العوائلهم، فعملوا لهم هاي الخلطات المهجنة ومسح الذاكرة، ها وضعوا لهم ماتريكس الدين. لكن هذا أنت مو تأخذها بمئة سنة، يعني ممكن نتيجة المرحلة الثانية الآن، نتيجة انتبهوا، نتيجة المرحلة الثانية أسوديين ضخام برجلين بس، هو وممكن يعيش دين، يعيش دين وما بيعرف انه هو اخذ، ما بيعرف، انتبهوا، هو اخذ ها من المرحله الاولى، ما لا يعرف. وممكن هنا دعونا نفترض 40 مليون او 60، خلينا نقول 400، يلا نبقى على 40 مليون. ما هو هاي ال 40 مليون الان تتكاثر، عندهم تزاوج ويصبحون 700 مليون، يصبحون 1 بليون أسودي، أسودي. لكن بالتكاثر هم يعيشون ماذا؟ ماتريكس الدين، وعندهم كودات التنزيل موجودة. كودات التنزيل، بصوا انتبهوا انتبهوا الآن، هاي كودات التنزيل يعني هاي صادمة، هذه فوق الصادمة. كودات التنزيل ما هي تماما؟ هو الفكر السلبي. ف يعني الأسودي بنتيجة المرحلة الثانية تأتيه أفكار القلق، الخوف، هو ما كان عنده بالسابق هذه القلق، هي هاي كودات التنزيل اللي عندنا أيضا، القلق، الخوف، أو يسمع أصوات يقول له مثلا أنت ما تقدر تنجح. بمعنى أو بصورة أصح أن كودات التنزيل هم ضخوا في وعيه الطاقة السلبية أو الصوت السلبي أو الفكر السلبي أو الوعي السلبي، هو هذا حتى ينزلوه أكثر. كودات التنزيل اسمها، أنا استلمت هاي الرسالة أشاركها معكم. في حين هو بالمرحلة الأولى إيش عنده بالمرحلة الأولى؟ عنده كودات التصعيد، دائما يسمع صوت انه ملك كوني، اي دائما يسمع صوت من المستويات العليا السابع والثامن يدرسوه،
هسه احنا بدأنا، احنا الآن يعني بهذا الاستيقاظ الروحي الآن بدأت عندنا كودات التصعيد تتفعل، تمام؟ بدأنا نتصل بالبعد الخامس، بالسادس، نتصل بعوائلنا الكونية، فكأنها كودات التصعيد تتفعل. فهم كانوا عن يعني كانوا يملكوها كودات التصعيد بالمرحلة الأولى، يعني الفكر ها عنده ضوئي، إيه هو هذا الكود، كود التصعيد، يرى نفسه ملك، يرى نفسه قوة، وعنده اتصال بالمستويات السادس والسابع. لكن نتيجة المرحلة الثانية هذه حذفت، كودات التصعيد حذفت ها شيئا فشيئا، أبدلوها بماذا؟ بكودات التنزيل. من أين أتوا بكودات التنزيل؟ الجواب، أتوا بكودات التنزيل من التكنولوجيات التي سرقوها، درسوها، فهموها، وغيروها بحيث تصنع سلبي. زرعت في وعي هذا الأسودي أو الأسودين، خلينا نقول 40 مليون، قلق، خوف، فكر سلبي، أنت ما تقدر تنجح، والتي حتى ممكن نسميها كودات التنزيل اللي احنا نسميها بالأرض الجينات التالفة، هي في الحقيقة هي كودات تنزل. أي وكأنه بصوا الخطة بتاع الدراكونيان، كأنه الطاقة السلبية عندهم تكنولوجيا، عندما يؤثرون كائن شيئا فشيئا يسحبوه من الوعي الكوني، وبعدها ها ينقلون إليه أو يضخون في وعيه الطاقة السلبية، ما نسميه كودات التنزيل، حتى ينزل 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 إلى أن بعد نتيجة المرحلة الثانية، لأنهم تكاثروا لكن معها كودات التنزيل، يعني 40 مليون الآن نقلوا، أصبحوا ممكن 100 مليون، نقلوا إلى مرحلة أدنى قبل أن يصلون إلى غابات أفريقيا. فشيئا فشيئا بالتكاثر، لأنه كودات التنزيل محقونين بها بوعيهم مع الماتريكس ومع الدين، تركوا الذاكرة الكونية. يعني عندما تسأل كائن أسودي هو يعيش هنا، تقول له أنت قائد كوني، ما بيعرف، يقول لك إيش يعني قائد كوني؟ ممكن عنده دين، يقول لك لا، ممكن يقول لك أنت كافر. نعم، هو جسم ضخم وأسودي، يعني أسودي تماما، يمشي على رجلين، ممكن عنده دين، عنده ماتريكس، مهجن بكودات التنزيل، ممسوحة الذاكرة بتاعته، وإذا تقول له أنت قائد كوني عظيم ما يصدق، يقول لك لا، أنا ولدت بهذا الكوكب، وعندي أبي وأمي، وعندي الدين بتاعي، وعندي ممكن عندهم الله اللي يعبدوه. نعم، هذا عملوه لدراكونيين، إلى أن ما هو هذه كودات التنزيل تتفعل باستمرار، أي لأن هو صوت السلبي هذا مع الماتريكس، مع الإشغال. أيضا ممكن وضعهم بالماتريكس المادي، اشتغل اشتغل، كافح كافح، حتى ممكن صمموا لهم نظام المال، نفس الشيء اللي طبقوه على الإنسان طبقوه على الأسوديين في نتيجة المرحلة الثانية، طبقوه على الإنسان الآن أقصد نفسه، لأن هو نفس السيستم، السيستم الماتريكس يطبق في كواكب نفسه، وينقلون السيستم يوزعوه على الكواكب الأخرى، إلى أن وصل إلى غابات أفريقيا، المرحلة الثالثة اسميناها أسد في أفريقيا، أسود على 4 أرجل في أفريقيا. هذا المرحلة الثالثة، تمام. الآن قوموا معي بأمر أهم من يعني هذا التوضيح حقيقة،
ننتبه إلى شيء مهم، كيف أيضا وقعت أكثر، أريد أن أوضح شيء مهم، كيف وقعت الكائنات الأسودية وكيف أيضا وقع الإنسان بهذا الماتريكس. أيضا نعمل شير، اسمحوا لي شبابنا. تمام، الفكرة هي تخص، وهاي فكرة جدا مهمة، انتبهوا يا شبابنا، يعني كيف اصطادت الدراكونيان، صادونا وصادوا الاسودين وصادوا النمليين والحشرات، كيف نجحوا ووضعونا بالارض، ها اسوديين على حشراتين على بشر، جمعونا هون بالارض. مسألة الجواب، ننتبه على المليونين سنة، هذه في المليونين سنة يعني تقريبا سيطرت الدراكونيان، نقول ها بالمليونين سنة بهاي الفبركات، بالمليونين سنة هم يدرسون، اي هو الدراكونيان عندهم ذكاء، يدرسون، يسرقون تكنولوجيا، ها يسيطرون على كواكب طبعا، وعندما يسرقون تكنولوجيا يدرسون هاي التكنولوجيا، ممكن حتى يطوروها، اوكي، وعندهم أسرى، وممكن الأسرى يعلمون الدراكونيين حول أسرار التكنولوجيا، بعدها يعني او خلال المليونين سنة، ننتبه الآن، خلال المليونين سنة هم سيطروا الآن على أسرى أسوديين، تمام، على حشراتين على نمليين في كواكب، معايا؟ وأيضا معاهم نفترض البشر، أيضا بشر موجودين، بشر من الأندروميدا. فالآن الدراكونيان، انتبهوا هذا الأمر مهم جدا لنا حقيقة، هذا صادم، وشاركوا هذا الجزء خاصة، هذا يعني هذه العشر دقائق، شاركوها يا شباب، هذه مهمة. فهي خلال المليونين سنة الدراكونيان يدرسون، يسرقون تكنولوجيا، وأيضا يتعرفون أكثر على علوم الوعي، علوم الطاقة، ها السفر أسرع من الضوء، القراءة المستقبل الماضي، هاي تعرفوها. هنا يضعون نظام، مثلا خلي نبقى مثلا على البشر، انتبهوا، فمثلا وضعوا الروحانيات على البشر، تمام، هم عاوزين يسيطرون، وضعوا نظام الروحانيات، يعني ما فيه دين، بشر يعيشون روحانيات. فالدراكونيان وجدت انه بعد 200,000 سنة قسم من البشر تطور، وقسم من البشر صدق بنظرية روحانية خاطئة مثل الكارما، صدق بها، تمام، وقسم بين بين، وقسم نقول انصاد بالروحانيات المزورة، ما كان موجود دين، ما في دين. الآن حنأتي على قصة الدين، بس أريد أوضح لكم كيف الدراكونيان يفبركون، وهذا فيها عمق. فهنا أحس الدراكونيان أنه الروحانيات، انتبهوا، أحس الدراكونيين فهموا وعرفوا، لأن وهو يعقدون مؤتمرات استشارات، يتحدثون فيما بينهم، فأحسوا أن هاي الفبركة مش كافية، وهو عاوزين يسيطرون، تمام، لأنه واحد تطور، واحد صدق بالكارما، واحد مصدق فيها بين بين، واحد انصاد، تمام. طيب
إذن كيف يصطادون بتردد أعلى ماتريك سي؟ ها؟ أتوا بالإله المعاقب الدين. فمرحلة الدين هي صيدة أعلى من الروحانيات المزورة. اصطادوا أكثر الآن، أسودين على بشر على نمليين، ما هو أي نعم أتوا أنه أنتم عندكم يوم قيامة إله معاقب، أي ما هو تحت السيطرة هم، ها؟ وعندهم هاي الكائنات البرية، عندهم كودات التنزيل، وهذا حيصدق بالدين، حيصدق بالإله المعاقب، تمام؟ إذن حينزل أكثر، انتبهوا، حينزل أكثر، انتبه انتبه، حينزل أكثر، فنزلوا أكثر، نزلوا أكثر، يعني هم ممكن، يعني حتى أنا قلت يعني ممكن هم البشر والنمليين والحشراتين والأسودين، ننتبه كانوا بالمرحلة الثانية، ها، روحانيين، لكن الروحانيات المزورة. طيب كيف ينزلوهم أكثر؟ أتوا بالدين، نزلهم أكثر معايا؟ وأيضا اخترعوا فلسفات أخرى، السياسة تعرفوها، الإعلام ممكن أتوا به حتى ينزلون، فنزلوا نزلوا نزلوا إلى أن وصل الأسد والإنسان إلى الأرض. الآن أين خطأ الإنسان أو كيف انصاد الإنسان؟ انتبه انتبه، هذا شيء مهم، كيف انصاد الإنسان؟ الآن الإنسان انصاد لأنه هو يقرأ دين، لحظة، هو يقرأ دين، الإنسان كيف انصاد الآن؟ هو يقرأ دين، وهذا عمر الدين 5000 سنة، تمام؟ الكتاب الديني كم؟ 5000 سنة. يعني لاحظوا كيف اصطادوا الإنسان، الإنسان فتح كتاب قال لك هذا من الله، وهذا عمر الكتاب 5000 سنة، والإنسان ترك تأريخ 2000000 سنة معارف، معارف الأحداث، هو صدق بال5000 سنة وترك تأريخ 2000000 سنة من الفبركات الكثيرة التي عامليها الدراكونيين وجماعة الدراكونيين، وقال ركز على الدين بتاع 5000 سنة، وقال آه هذا الله وهذا الحقيقة، ويوم قيامة وقع. وقع انصاد معايا؟ ها؟ معاها. الآن نبقى على الإنسان، استلم الإنسان الآن، انتبهوا هذا السطر مهم، استلم الإنسان الآن إرث مزور بتاع 2000000 سنة، مزور 2000000 سنة مزور من كارما، هي صناعة دراكونيين، هذا الإرث بتاع 2000000 سنة أتى إلينا المفردات، يعني روحانيات، أكتبها روحانيات، أوكي، كارما، إيش بعد يعني ما بعرف، الروحانيات كلها روحانيات، كارما، ها، هاي المصطلحات على دين هذا الأرث بتاع 2000000 سنة، 2000000 سنة، وهو أرث دراكوني، أكتبها أرث دراكوني. فالإنسان إيش يعتقد؟ يقول لك أنا روحاني، هو يدرس الكارما ويقول أنا روحاني، صحيح أنت روحاني، بس بمليونين سنة، ما هو كم من الروحانيات زورت وكم من الأمور زورت إلى أن الآن، يعني إحنا استلمنا الروحانيات، أي معايا؟ يعني الآن الروحانيات بهذا العصر هي روحانيات ضعيفة جدا، اللي هي أتت هذه بتاع الدراكونيين وترتيبهم، ليه؟ لأنه هم هنا بالمرحلة المتوسطة هم تناقشوا كيف يصيدون،
وعملوها أكثر أتوا بالإله المعاقب. فهي هاي المليونين سنة روحانيات على إله معاقب الدين، واستلمها الآن الإنسان يطبقها الإنسان بحياته، يطبقها بحياته اللي هي خاطئة، خاطئة جدا. خاصة إحنا وضعنا حلقة هاي الكارما، هاي بليون بالبليون، مش 100%، بليون بالبليون من ساعات الدراكونين، هاي اللي هو الأرث بتاع مليونين سنة. لم يتوقف الحديث، انتبهوا احنا مو خلصنا، لا، الآن نقفز إلى الصدمة الثالثة الأعلى. الآن هاي جدا مهمة، الأعلى الدراكونيان يقول لك طيب الآن انتبهوا، هاي الصدمة الثالثة الأعلى، يقول لك طيب الآن الإنسان صحى، ها، والأسودين بالغابة يرجعون. هو هذا الآن تشاور الدراكونيان، انتبه. قال لك طيب الإنسان اكتشف، الإنسان الآن بدأ يستيقظ، ها، والأسودين بغابات أفريقيا بدأوا يستيقظوا، والعوائل الكونية بدأوا يتصلون بهم. طيب إحنا كيف نتصرف؟ كيف نعمل فبركة أخرى تلائم، ها، تلائم الوعي الحالي؟ الإنسان يقول لك أوكي حيرجع للإندروميدا، تمام، والأسودين بالغابة حيرجعون إلى الأسودين، عوائلهم الكونية. طيب يقول لك إحنا كيف حنعمل ماتريكس آخر يناسب هاي المرحلة، لأنه الآن هذه الصيدة بعد انتهت، إكسباير، لا الروحانيات المزورة ولا الدين انتهوا، فلازم يعملون صيدة أخرى للمرحلة التي نمر بها، تمام؟ نعم، وهم دائما يشتغلون يتناقشون، يقول لك الإنسان الآن أعلن أنه خالق، طيب الاندروميدان بدأوا يتصلون بالإنسان، طيب هم ما جاي يشوفون الدراكونيان الوضع؟ طيب كيف إذن حيحطون ماتريكس، ها، يصيدون صيدة جديدة بفكر جديد، ها، بوعي جديد، بتكنولوجيا جديدة، أين يتجهون؟ ما هو الروحانيات فهمت الناس، والدين فهمت الناس، فإذن ما هو الماتريكس الجديد الذي يصطادون به الكائنات؟ ما هو؟ ها؟ بحيث أصبح، انتبهوا الآن النقاش كله تغير. الكائنات الكونية كيف تفكر؟ انتبه الآن، الكائنات الكونية إيش تفكر؟ وأريد منكم أن تعطوني فيدباك على هاي المحاضرة، لأن هاي المحاضرة فوق الصادمة. أعطوني الفيدباك بعد ما أن يعني أقصد نوضح الأمور. الكائنات الكونية كيف تفكر أو كيف تقول؟ تقول ماذا يعمل الدراكونيان بعد 100 مليون سنة؟ فالكائنات العليا الإيجابية الأندروميدان الآن والأسودين يدرسون خطط الدراكونيان بعد 100 مليون سنة. انتبه، يعني ما هو الماتريكس الذي يعمله الدراكونيان خلال 100 مليون سنة القادمة؟ هم هكذا أصبحوا الأندروميدا جدا حذرين، والأسودين جدا جدا حذرين، وأنت أيها الإنسان يجب أن تكون جدا حذر. فأنت كيف تفكر الآن؟ أنت مش تفكر تقول آه أنا اكتشفت يعني مثلا فبركات الدراكونيان، لا 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 لا، ماذا أقصد لا لا؟ طيب ما هو القادم هم يخططون لماتريكس جديد وماتريكس جديد وماتريكس جديد، بحيث أصبح التحاور بالحلف الإيجابي. قالوا أول شيء هناك اقتراح، قالوا هؤلاء الدراكونيان لما لا نبعدهم تماما من مجرة التبانة والمجرات الأخرى، إبعاد تام، أكتبها، هذا موجود الاقتراح، إبعاد تام من مجرة التبانة، لأن إذا موجودين حيعملون ماتريكس جديد يصيدون به الكائنات.
راح هذا موجود تعرفون جاي يناقشون. بس الفكرة انتبهوا شباب، الفكرة إذا يصبح هذا الإبعاد التام من مجرة التبانة، أنا أقول لكم شيء، المجرات الأخرى أيضا حتبعدهم، أي ما تريدهم. طيب أين حيذهبون يعني الأكوان؟ طيب إذا المجرات الأخرى أبعدتهم، الأكوان الأخرى حتبعدهم، وهي إلى فين حتصل؟ هذا مقترح يناقشوه. تمام، أنت ماذا عليك أن تفعل في السفر الكوني؟ عندما تلتقي بعائلتك الكونية ابدأ بالاتصال أو بالصعود، ها؟ أنه ابدأ اشتغل معاهم. نعم، وتقوم بمعرفة خطط لدراكونيان بالمائة مليون سنة القادمة. هكذا يعني أنت الآن الطالب اللي يسمعني، إحنا الآن في سفر كوني، تمام؟ فأنت أعرف هاي النقطة، أنه المائة مليون سنة كيف تكون حياتك وحياة عوائلنا الكونية الأندروميدان والأسودين، لأن الآن الأندروميدان والأسودين على معرفة عالية بهذا الماتريكس بتاع الدراكونيين وما يسمحون مرة أخرى. فالأندروميدان يشتغلون وبجدية يدرسون كل خطوة وكل حركة يطبقوها للدراكونيين. أي هكذا الأمر، يناقشوها طبعا، وطبعا هو من خلال يعني متابعة ما يريده الدراكونيين من ماتريكس جديد، فالدراكونيين فشل وقسم من الدراكونيين أصبح إيجابي. تعرفون ليه؟ لماذا؟ لأنه هم تحت المتابعة أصبحوا، لأنه المجرات كلها تتابعهم تراقبهم. فأنت الآن يعني أنت القائد الكوني القائد الضوئي، يجب أيضا أنك تعمل مع عائلتك الكونية من المئة مليون سنة، تراقب تفهم تدرس ماذا سوف يعمل الدراكونيين حتى توقفهم، لأن إذا ما توقفهم حيأتون ويعملون ماتريكس. فهو الماتريكس الجديد الذي الدراكونيين يفكرون به أو يخططون به، يعني أكرر، يقول لك طيب هؤلاء الآن الأندروميدان اتحدوا مع البشر، البشر صاعدين والبشر عرفوا جزء من الحقائق، ما تزال كثير من الحقائق ما نعرفها، فالدراكونيين كيف حيطبقون ماتريكس جديد؟ فإحنا لازم نحل، أقصد لازم نعرف ذول الجاي يفكرون بالمائة مليون سنة القادمة كيف يفكرون كيف يخططون. ولهذا هو يعني هو هناك اقتراح أنه أفضل شيء يتم إبعادهم تماما من مجرة التبانة. بس أنا أضيف إذا تم إبعادهم من مجرة التبانة، المجرات الأخرى أيضا تبعدهم، وإذا المجرات الأخرى تبعدهم، ها، فالأكوان الأخرى أيضا تبعدهم. أو ماذا يعني أقصد بكلمة أو إن الدراكونيان يرجع إلى وعي الضوء، أو يتحدون لدراكونيان بالحلف الإيجابي، وهذا أيضا اقتراح آخر. أو ممكن هناك اقتراح ثالث يكون عليهم مراقبة شديدة جدا، ما بعرف، ممكن يعني هذا اقتراح آخر. تمام، إيه هكذا. ها، وأريد أقول لكم حاجة بالمناسبة، يعني هاي مثلا تجارب الاقتراب ما بعد الموت ويظهرون، هاي أغلبها بتاع دراكونيين، يعني نفق وحدائق، وهاي أيضا عاملية هم، أي واحد مثلا طالع علوم محمد والآخر طالع علوم مسيح، أغلبها هاي الشخصيات عامليها لدراكونيين بتكنولوجيا الهولوغراف. أنا أقول لكم أي حقيقة أغلبها أي